طبق بامية باللحمة ما اقولكوش، يا جمال ويا جمال ويا جمال. هتشوفوه النهاردة في روتيني وهيعجبكوا. اخر حاجة حبايب قلبي، روتين حلو وجميل بحب. تعالوا معايا كده في روتين النهاردة. احلى زيتون ده ولا ايه حبيبة قلبي؟ فضل ونعم، رضا من يرضى. والعيش بيقول انا سخن مولع، تعالوا كله معايا. والحاجة الساقعة حلاوتك يا حاجة ايه ساقعة، شويبس مين بيحبها بتاع زمان. يلا تابعوني في روتيني قلبي وفي يومي وفي روتيني. ولما جبت البامية من سوقي هنعمل ايه؟ انا نقطت البامية الكبيرة زي ما انتوا شايفين اهي في صينية، ونقطت البامية الصغيرة دي كده. انا كنت جايباهم كيلو ونص كده على بعضهم بالعشرة جنيه. نعمل اكلة زي الفل بشوية دول. ودول هقول لكم هنعمل ايه في يومنا وفي روتيننا. بس قبل اي حاجه خالص هنغسلها، نجيب ميه جاريه من الحنفيه وشويه خل ونسيبهم كده لحد ايه 5 دقايق وتحت مروحه، وننشفهم كويس كده في فوطه، ونشوف هنشتغل يا حبايب قلبي وهنعمل ايه. حلو الحاجه دي في مطبخك واولادك حبايبه قلبي اللي هياكلوه. يبقى تاخدي بيتك وتاخدي ولادك وتعملي احلى حاجه وتخافي عليهم في ظل اليومين دول. سنه يا رب كده ان شاء الله تجعلها خير، والسنه دي احسن من السنه اللي جايه، قولوا امين. يلا نشوف الباميه بخطواتها وتركاتها يا حبايب قلب حسونه في يومي وفي روتين النهارده. يلا بينا على الحوض نغسلها وننضفها الاول ونشوف هنعمل قلبي وفي روتيني. زي ما انتم شايفين اهو كلكم بتقمعوا الباميه ازاي. حلو الكلام، انا قمعتها اهو يا قلبي زي العادة، وكل بيت بيقمح. وجبت الإبرة والفتلة حبايب قلبي وعملت الكبيرة اللي هتنشف زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بعد ما ايه المية خلاص اتنشفت خالص بالبلدي كده، تحطي بقى مناديل، تحطي بقى فوطة، هي فوطة المطبخ مفيش مشكلة. يبقى انا نشفتها زي ما انتوا شايفين اهو، شايفين عملتها ايه بالعنقود كده اهي. هي قلبي بصوا اهي، هتعلقيها كده بقى في المطبخ زي ما انت هتشوفي كده. تعلقيها اهي، تعلقيها كده في المطبخ، تعلقيها بقى مثلا في مسمار او تحطيها في الشمس اللي يحفظها، اللي يعني ايه اللي قلبك يحب. وطبعا لما بتبقى ناشفه يا حبيبه قلبي هوريها لك دي حبايب قلبي. اهي لما بتنشف خالص بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا دلوقتي عملتها كده اهو في البرطمان، وده البرطمان الايه التاني اهو. انت بقى لما بتعمليها على فكره وبتنفش بتزيد، بس انا مش بطلب منك الا اللي انت عايزاه. تعملي كيلو، تعملي 2 كيلو، تعملي حاجه بسيطه اللي يريح لك قلبك. دي حبايب قلبي انا هطبخها تمام، ودي حبايب قلبي زي ما انا قلت لكم هنشفها. ولما بتنشف كده بتحطيها في برطمان، والبرطمان ده يا حبيبه قلبي بقى بتحطيه في التلاجة مثلا او المكان بتاعك رطب، ما تخافيش عليها بقى خلاص. هتستعمليها في الشتاء في الوقت اللي هي فيها مفيش، ودي بتتباع عند العطار غالية جدا. واسألوا قبل ما تعملوا اي حاجة. حبيت اوريكم يا حبايب قلبي اهو البامية بتاعتي زي ما انتوا شايفين. البرطمان ده يا حبايب قلبي كان مطرحه نسكافيه، اي برطمان عندك يحفظه. كل سنة وكلكم بخير اللهم امين يا رب. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو كلمة حلوة لحسناء وجبر الخواطر ايه على الله. حبايب قلبي وفي روتين النهارده، الروتين ابو قلب حب، ابو قلب مفتوح للجميع. حبايب قلبي ربنا يزيدها نعم، لما بتفرج بنقول الحمد لله. بالصلاه على النبي هعمل معاكم النهارده اللحمه دي، وهعمل معاها باميه. طبعا الطبيخ اعملي ما تكتريش، واعملي على القد على طول. ليه؟ عشان ما يبتش. مع ان الباميه يا جماعه لما بتبات بتبقى زي السكر. هنعمل النهارده شويه توابل كده وتحابيش، طماطمايه، بصلايه، ورق لوري، حبهان، مستيكه، قرنفل، فلفل اسود، ونعمل احلى شوربه مع اللحم. حلو الكلام، وحلاوه الشوربه لما تعملي بيها شويه باميه. في روتين النهارده هنعمل الاكل يا حبايب قلبي، والف هنا وصحه للي ياكل. يلا بينا حبايب قلبي كده، كلمه حلوه وجبر الخواطر لحسناء، وربنا يصلح الحال. ودايما يا رب بخير وسلام. حبايب قلبي احلى شوربه دي ولا ايه؟ الشوربه حبايب قلبي حبهان، مستيكه، اوعوا تنسوا ورق اللوري.
حبه قرنفل، ولا يا سلام يا سلام يا سلام لما تبشري جوز الطيب، ويا سلام لما تحطي الكبابه الصيني وشويه حبشتكنات بقى كده، هتخلي الشغل معاك عالي اخر حاجه. بصلايه وطماطمايه، وانسي ما تقوليش لحد الا الحبايب، شويه شرمه يرموا البدن. عايزه ركبك تبقى حديد، اعملي زي ما انا بقول، هنعمل احلى باميه في احلى روتين على احلى شرب. بالف هنا، صحه وعافيه، واللي ما صلاش على النبي يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللحمه صبح لسه طازه فريش. يلا يا قلبي، روتين بالحب، بحبكم في الله. هنضيف السمنه البلدي بتاعتنا اهي، تمام. وبعد ما تسيح يا حبيبه قلبي سيحنا يا حن كده، هنضيف ايه بقى؟ البصله بتاعتنا. يلا يا قلبي، بتسموها ايه؟ بتقلوا. يلا نقلل البصلايه بتاعتنا يا قلبي، تقليه حلوه كده حبيب قلبي. انا بدلت المعلقه بقى لايه؟ الالومنيوم، عشان الحله دي جديده، الطقم ده بتاع الغوالي كده، يخليكي يا منى منايه، ويخليكي يا هنا ايامي وسعادتي وحياتي. حلو الكلام. السمنه البلدي مش خساره في الباميه، مع انها معموله بشرب، والشرب حديد، هتخلي الصبي صبي صبي خالص، والعجوز يرجع شباب اخر حاجه. البصله بتتقل اهي زي ما انتم شايفينها، تاخد اللون الحلو والجميل. ننزل بقى بالتوم، ولا ايه رايكم؟ اكتبوا لي بقى في الكومنتات هتعملوها زيي ولا احسن مني. حبايب قلبي، ودا البصله بتاعتي اللون الحلو الجميل، يا توم يا مفلفل الاعاد وكيدهم. ايه رايكم بقى؟ بركة ودع اهلك اوعوا تنسوه. تقليبه بقى حلوه كده، ايه رايكم على الريحه؟ الله الله على السمنه البلدي، الله. هتطيبي وتستوي يا بني، يلا هتخلي العجوز يرجع صبي. تابعوني. البصله، الثوم، ماركه ودع اهلك. هننزل دلوقتي بالطماطم، تمام يا حبايب قلبي. سبكيها بقى على نار هاديه يا روحي، عشان تاكلي البني. وادعيلي ان شاء الله تخلي العجوز صبي. لايك حلو، كومنت حلو، ويلا بينا حبايب قلبي. سيبها على نار هاديه وما نستعجلش. الشوربه طابت واستوت وطلبت الاكيل حبايب قلبي، الشوربه اللي تخلي العجوز صبي، وريحه جوزه الطيب مفحفحه اخر حاجه. تعالوا بقى نشوف التسبيكه بتاعتنا اهي، تسبيكه البني، حاجه ما اقولكوش. هنضيف الشوربه حبايب قلبي دلوقتي عشان نسقط باميتنا، يلا بينا. شوربتي اهي حاجه جمال ما اقولكوش. هنزل بقى بالباميه حبايب قلبي، بسم رب العالمين اهي. وكل اللي هسيبه بقى ان الباميه مع التسبيكه مع شويه الشوربه اللي تخليكي زي الفل، حلوه وناديه وجميله كده، تستوي. تمام يا قلبي، عندك طاجن تدخليها الفرن شغال، تسيبها كده وتاكلي منها طيبه كده اخر جمال. كل سنه وكل الدنيا بخير. اكله والوداع بقى، لانها بتودع، ماركه ودع اهلك. لايك واشتراك ياللي لسه قاعده وحاطه ايدك مش عايزه تدوس اللايك. والله ريحتها حلوه، ده بالسمنه البلدي والشوربه اللي تخلي العجوز صبي. قلبي الباميه بتاعتي اهي، انت شوربتك بتحكميها، وضفت معاها كمان كام قطعه لحمه كده. حبيبه قلبي بألف هنا وصحه، يلا بينا بقى نغرفها دلوقتي، وقولوا لي ايه رايكم، وان شاء الله تعجبكم حبايب قلبي. وكل سنه وكل الدنيا مع حسناء وبيكم ومعاكم ان شاء الله يا رب بفضل الله. طبق باميه باللحمه ما اقولكوش، يا جمال ويا جمال ويا جمال، هتشوفوه النهارده في روتيني وهيعجبكم اخر حاجه. حبايب قلبي، روتين حلو وجميل بحب، تعالوا معايا كده في روتين النهارده. احلى زيتون ده ولا ايه؟ حبيبه قلبي، فضل ونعم، رضا من يرضى، والعيش بيقول انا سخن مولع. تعالوا كله معايا، والحاجه الساقعه حلاوتك يا حاجه ايه؟ ساقعه شويبس، مين بيحبها بتاع زمان؟ يلا تابعوني في روتين الباميه اخر حلاوه، طعم ما اقولكوش بقى، جربهم واحكموا انتوا بنفسكم. انا عن نفسي زي العسل، ومفيش احلى منكم يا احلى عيله في الدنيا. وده اكلنا النهارده، وده يومنا، والحمد لله. احلى روتين بالحب حبايب قلبي.
كلي بقى ودلعي نفسك وانسي اللي حصل، انسي اللي حصل يا قلبي، وكلي بصل وانسي اللي حصل، بصل وتوم هتخلي الدنيا اخر حلاوة، بامية تخلي العجوز صبي. احلى شوربة كانت النهاردة حبايب قلب، يا رب كده روتيني يعجبكم، وكل سنة وكل الدنيا بخير. في التلاجة بقى رمان، بس انا هشرب شويبس عشان الجو حر نار يا حبيبي. ايه نو نورتوني، واتمنى ان يوم النهاردة ان شاء الله يعجبكم، وكل سنة وكل الدنيا بخير. نورتوني يا حبايب قلبي، ويا رب كده تسعدكم كده باللايكات الحلوة اللي هتحطوها لي، وجبر الخواطر بكومنت حلو، ولما تجربي قوليلي يا قلبي. في رعاية الله أسيبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.